بسم الله أخ نفس أي الله أكبر من كل عاشق ظالم، الله أكبر من كل عاشق ظالم، الله أكبر من كل عاشق معتد آثم، الله أكبر من كل عاشق ظالم معتد آثم. عطل الخطبة مرات ومرات، عطل الزواج والعفة مرات ومرات، خاطب جعل له الحركة والمرض فأمرضه فطرده، تسبب له في الحوادث. عاشق ظالم غادر ماكر فاجئ، قد عشق، نعم عشق، قد شغفها حبا، نعم شغفها حبا، سكنها سين طوال، نعم قد سكنها سين طوال، عذبها، نعم قد عذبها، أسرها، نعم سجنها، نعم حرمها، نعم. ما اكتفى بكل هذا، بل صار يرتع في الجسد، بل صار يجعل الوساوس والمرض، بل صار يشكل ضيق الصدر والتنفس والأرق. نعم استحوذ عليها، جعلها له لا تخطو بعيدا عنه، تبقى له أسيرة لهواه، لشهواته، لرغباته، لحبه، لفجوره. إنه عاشق، قد عشقها، عاشق سنوات الضياع لسنوات، وهو فيها ينظر إلى حسنها وطلعتها وبهائها وجمالها وقامتها وفدن كلامها وحسن فعالها. عاشق، نعم إنه عاشق، يتعرض لها فيعتدي عليها بالليل وبالنهار، في الاستحمام، في الاغتسال، في التزين، في اللباس، في الجمال. صرف كل خاطب يريد العفة، يريدها زوجه، يريدها في الحلال. نعم طرد، جعل أوهام ووساوس لتعطيل كل خطوة مرات ومرات. ولما علم أن الخاطب طيب صالح يعين خير، جعل له مسا ومرضا وأوهاما، بل ترأى له فهدد وأرعد وأزبد. إذا اقتربت فلك الحوادث، إذا اقتربت فلك المرض، إذا اقتربت منها لن ترى يوما تسعد فيه وتنعم فيه، حتى ينفر، حتى ينسل، حتى يذهب. نعم أم لا؟ نعم أم لا؟ أنت العاشق الظالم الآثم المعتدي، أليس لك من بني جنسي كمن هن حل لك، لكن لم ترى مثلها، لأن قلبك تعلق بهواها، تعلق بحسنها وحبها، لأن قلبك فارغ من حب الله جل وعلا. والذين آمنوا أشد حبا لله، جعلت لها المرض حتى انتفخ فمها، انتفخت شفتاها بشكل غريب وكبير، حار الطب وعجز. ماذا تريد أن تقول؟ وأي رسالة تتوصل؟ القوة، أنك أقوى فالله أقوى. إذا كنت تعالى وتظاهر بالقوة، فإني أتحداك أن تعذب حتى تسيل دموعك دما وتنم. لا ترى، إذا كنت قوي قم الآن، هيا أرى الآن
إذا كنت قويا قم الآن من مكانك، هيا قم من مقعدك. إذا كنت قويا أين هي حركتك؟ فقد تعتدي على الضعيفة، ها؟ على الضعيفة تستأسد عليها وأنت تراها في ضعف، خبت وشقيت وخسرت. هذه هي الفحولة والرجولة، ها؟ هذه هي الرجولة. طيب تمدد، تمدد، اسمعني أم لا؟ تمدد، كما عذبتها تعذب، وإن كان منهجي ألا أعذب فنحن رحمة ولسنا عذاب، ولكنك جعلتها في أرق، في مرض مزمن، جعلتها أمرضتها قبل أن تمرضها بدنيا، أمرضتها نفسيا، وأنت تطير فرحا، تطير طربا وفرحا، أي نعم، وأنت القوي. سأصرف عنها كل خاطب، تقولها صح؟ سأصرف عنها كل زوج، وإن لم تستسلم سأصرف عنها حتى العمل، ها؟ كل شيء صح. وإن لم تستسلم فسأجعل لها العداوة مع القريب والبعيد، صح؟ قرأت أفكارك صح؟ خير إن شاء الله، سنرى. تمدد، هاي ها؟ طيب لن يضرها إن شاء الله. أنت تعي، أنت من النوع الذي يستحكم في الجسد فيطير ويختفي ويتوارى ويجعلها تتألم، صح؟ من حبك بهذه القوة؟ إنه الله، صح أم لا؟ الشيطان مسكين مغرور، الشيطان لن ينفع، لن ينفعكم الفرار إن فررتم، سيأتيكم القتل، سيأتيكم القتل، القتل. عندما شاهدت الفيديو على اليوتيوب أصبحت فمها منتفخ لأن قلبك خاف، بل قلت سأنتقم، صح؟ بل قلت طار جنونك وطيشك، ها؟ قلت لماذا يصنعون هذا؟ سأعذبها لترى من القوي، صح؟ صح؟ كيف؟ هذه المرة ماذا؟ ستقع أيضا. كيف ستقع؟ يعني ستمرضها كذلك؟ ها؟ أتقصد أنك ستمرضها؟ ها؟ إن تمدت تهددنا؟ وهذا ما سيحصل، وهذا ما سيقع بإذن الله إن لم تذع لأمر الله. سوف تتمدد وسيشهد العالم بأسره على ماذا؟ على ماذا؟ سيشهد العالم بأسره أن الجني العاشق المعتدي قد أوذي وقد شقي. يا حسرة، يا خيبة، ماذا حل بي؟ أهكذا يعامل العاشق؟ سنرى انتقامك، هيا انتقم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. لا يهمك كلام الله، صح؟ إذا أتى وعد الله سترى حينها. والله قال قاتلوهم يعذبهم الله، فحتى ترى عين الحقيقة التي لا تؤمن إلا بها، سوف نجعلك بتوفيق من الله تتعذب، ونعذبك طاعة لله حتى نأتي بك إلى الله جل وعلا. ف
فالحمد لله. اللهم لك الحمد.